الصديق هو اللي معاك يعني في وقت الضيق، في السراء والضراء وقت الضيق اختصرها ابو ايه. ابو شوق، انا عندي سؤال شويه حساس لك يا جهاد. الله يستر. انت طبعا احمد صادق تعرفت عليه في البرنامج صح؟ الله الله. استمرت علاقتكم ولا كانت علاقه يعني مجرد مصلحه تنفعني برامجية في البرنامج؟ علاقه برامجية. ايه؟ واتساب تنفعني وانفعك تدرس ولا لا؟ بكل امانه يعني احنا يعني امورنا تمام واستمرت هذه العلاقه وصارت قويه. لا والله أنا الحمد لله علاقتي مع جميع الشباب حتى الآن علاقة صداقة مستمرة تقريبا يعني. يا سلام. تقول يا حسن؟ أقول مع الكل. ليش عندك اعتراض على الكلام ذا؟ 100% والله. ليش تفضل قول. من حقي أقول يعني. قول قول عادي. كمل حديثك وأنا بقول. خلاص بنخليه للمجال ما عليك أنت كمل كلامك. لا والله علاقتي مع الصادق صادق حتى الآن. الصادق صديق صادق. مصدوق والله ونعم. يا سلام يا سلام يا سلام. تحية لأحمد الصادق. تحية جهاد برناوي. لا ما في تحية، أنت قول لي وين الاعتراض حقك؟ ليش المشكلة؟ يلا عطنا يا حسن إيش اعتراضك؟ أنت ما جيت إلا لوقت السؤال يوم سألني علشان أنت بشمني به. طيب الله يحييكم جميعا. يا هلا. الشيء الثاني ما شاء الله تبارك الله كل الشباب غطوا موضوع الصداقة. أبو أسامة جاب دليل نستكفي به اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق من أعظم الصداقة، ولكن أنتوا تكلمتوا عن الجانب الوفي، لو جينا إلى الجانب أو الخيانة. يا سلام. والسؤال الثاني، هل كل صديق يسمى صديق أو خوي؟ ترى الكلمة لابد أن الواحد يتحلى أو أنها تجسم عليه أو على ذاته، يعني أنا صديق لابد، مثل أنا منشد أنشد، أنا شاعر أشعر، يعني ما كل صديق إنه يسمى صديق ولا كل خوي يسمى خوي. فأنا بتكلم عن جهة الوقفة والصداقة الحقيقية صح. فيه بيت شعر والله ما أذكر قائله ولكن يقول: فما أكثر الأخوان حين تعدهم ولكنه في النائبات قليل. الله. أيوة. فالحين لعنزت لك على واحد، كلكم يعني لو تكلمنا عن الحقيقة أنك والله أنا صادق فلان علشان إيش؟ علشان سواد عيونه، يمكن في بيني وبينهم مصلحة أيضا تسمى صداقة. يا سلام يا سلام. طيب أنا صادق فلان علشان إيش؟ وقف معي ويعرفني زين وأعرفه ويعرف ظروفي وسلفني وقت الحاجة وسلفته وقت الحاجة، هذه تسمى معروف يعني أساس الصداقة. صحيح. طيب في صداقة عمل، يعني أنت معهم فترة وفترة الله يستر عليك. طيب هي بتبقى ان هذا صداقه، احتاجني زمين احتاجني. لا يا سلام يا سلام، في تندري تحتها، احتاجني انا بكون معه معايا زميل. هذا جميل يا حسن. الاختلاف لا بقول لك حاجه لا، هذه تعتبر صداقه. وشلون يعني ان احتاجني بكون معه؟ بس ما هو نفس انت واحمد صادق نفسك انت لغه وش مفهوم الصداقه؟ كلمه صديق وش معناها؟ ما كل صديق او كل رجل يطلق عليه صديق انه صديق. يا سلام كذا تمشي مشي. لا مو عن لا يعني معليش حسن. جميل جميل الله يعطيك الصحه والعافيه. زي ما اعترفت انا بعترف. لا لا علشان تعترض انا بقول لك ما شاء الله تبارك متعودين على اعتراضات وكذا، لكن الاعتراض الثاني على جهاد برناوي، اعتراضي الثاني على جهاد كنسل الصديق. صح انت كلامك كلامي صحيح. طيب الله يعطيكم الصحه والعافيه، صراحه جلسه ما تنمل. هذا البرنامج برعايه